رحمة الله تعالى وبركاته. إذا مباشرة من محلكم هميزات فتيحة عين السبع كنجد لكم الترحاب بلايف جديد، لايف خطير، لايف مطرطق. صراحة جبنا لكم واحد لاقام خطيرة جدا ورائعة، واحد لاقام آخر ما كاين في البريستيج في تركيا. هي هاد لاقام اللي كتجيب بريستيج، كتجيب البلون وكتجيب الدوغي، والرائع فيها هو اننا جبنا لكم لا غام كامله. يعني غتلقاو عندنا فراقات، غتلقاو عندنا لي بلا، غتلقاو عندنا لي بورت غاطو، غتلقاو عندنا التويشيات، هادو كلشي الحمد لله موجود. مرحبا بكم. اذا الجديد جا عندنا واحدكم واحد لا بروموسيون واعره في الطباصل، الناس غيتبرعوا الحمد لله في الطباصل، غيكون بواحد الثمن خيالي جدا رائعين، هادو 32 سنتيم. عندنا واحد لا بروموسيون واعره في لي بورت غاطو، انتظروا المفاجاه في هاد لي بورت غاطو، غيكون فيهم واحد الثمن خيالي جدا. كاين عندنا الهاشوار رجعت لكم من جديد، الحمد لله السلعه موجوده، نتسناو بعض الناس يتزيدوا يطلعوا معنا ونزيدوا ان شاء الله نوريكم السلعه كامله. الهاشوار اللي تسالات لينا نهار الجمعه، كنقول زعما كاين نهار الخميس العشيه، راه جات اليوم الحمد لله، لحقاش حنا كنسدوا الجمعه ومتوفر الحمد لله، لا هي ولا البوبيل. هاد البوبيل بعدا نبدا لكم بها هي الاولى. هاد البوبيل هذا كنا كنبيعوها ب 60 درهم، 12 مدريال. بوبيل خطيره جدا انيقه، كتجي رائعه صراحه في طواليت، كتجي في لاكويزين، كتجي واعره. والرائع فيها هو انك تحل المهنه بالرجل، يعني براتيك. نورمالمون كنا كنبيعوها ب 60 درهم، باش كنا كنبيعوا هاد لابوبيل هذا، نزلناها لكم فقط 30 درهم. همزه واش من همزه، عوض 60 درهم نزلناها 30 درهم، 30 درهم 600 ريال واعره. هاشوار خطيره، انا جايكم ان شاء الله هاد لابارتي هذا، ولكن قبل ضروري ما خصنا نبداو بالبريستيج محبوب الجماهير. البريستيج حضرنا لكم واحد لاقام خياليه جدا، السلعه باش تكون معكم صريح ما غتلقاوهاش في كاع المحلات. هاد السلعه كاينين شي ارتيكلات اللي جاو خصيصا لينا من تركيا، ما غتلقاوهمش في كاع المحلات، ولا كاع دخلوا من بعد ما غيدخلوش بهذا الثمن. اذا كنصيحه للكليان الزوين ديالنا، حاولوا تبروفيتيو في هذه السلعه هذه وحاولوا تجيو تفوزوا بها. اذا لابد ان نذكروا بواحد جوج حوايج. اول حاجه هو اننا كنديروا لا ليفغيزون للمغرب كامل، كوليه كامله كتمشي خارج كازا ب 35 درهم وداخل كازا ب 20 درهم. وبالنسبه للتوقيت ديالنا كنحلوا السيمانه كامله الا الجمعه من 9 الصباح حتى 10 الليل. يا سلام، بداو على بركه الله. شوفوا معايا تبارك الله، هاد التويشيه هادي كتخدم اللوز، الكركاع، التمر، وممكن تخدم حتى الزيت العود، الكونفيتور والعسل، واعره. الثمن ديالها فقط 60 درهم، 12 ميدريال. شوفوا عباد الله 12 ميدريال، يا سلام. جبنا لكم بحالها وفيها الغطيان، شوفوا معايا تبارك الله بحالها وفيها الغطيان. وللاشاره هاد الغطيان راهو مزاج، كان عندنا واحد الموديل من قبل كنظن راه تسالى غزلان، هذاك الموديل الاخر اختي تسالى ياك، اللي كنا كنبيعوه ب 70 90. الموديل الاخر تسالى، الغطيان ديالو كانوا ديال البلاستيك. اليوم دخلنا لكم هذه صراحه بريستيج واعره، والغطا ديالها ديال الزاج، هذا راه ديال الزاج ماشي بلاستيك، وهذه ميتال ماشي بلاستيك. الثمن ديالها فقط 80 درهم، للاشاره وللاشاره وللاشاره. هاد الشيء راه في عدد محدود جدا جدا جدا، دخلنا منه الحاسب جوج كوليات، جوج ثلاثه من الحاجه، باش نشوفوا ان شاء الله كيفاش غيتفاعلوا معاه الكليان. ودرنا فيه واحد الثمن خيالي، وهذا الشيء عارفين وغادي يطير ان شاء الله، باش يلا من بعد غنجيبوه ان شاء الله. من هنا لواحد اسبوعين ولا شهر، ماكسيموم شهر كاع، غنعاود ندخل ان شاء الله كون شي تكتيره. المهم نكملوا معكم الاثمنه. عندنا التويشيه هذه الثمن ديالها فقط 60 درهم، اللي بالغطيان ديالها فقط 80 درهم. هادشي راه كامله قام وحده كامله، ممكن ديو كامله قام تجيكم واعره في لاطابل. عندنا هذه على اربعه، شوفوا تبارك الله كي مديره خياليه، كتباع في بلايص اخرين ب 180 درهم، كتباع ب 200 درهم، درنا ليها فقط 100 درهم. وديما نعاود نفكركم ان الغطا ديالها راه زاج، الغطا ديالها راه زاج. عندنا التويشيه هذه كتجيب الرجيلات ديالها، كتجي بحال الفراقه، راه عندي تصاور ديال هادشي ان شاء الله غنبارطاجيها معكم في لاباج ديالنا، باش تشوفوا كيفاش كيجيو في لابريزونطاسيون. ممكن تحطوا فيهم الديسير، ممكن تحطوا فيهم الشوكولا، ممكن تحطوا فيهم الحلوى، بزاف الاستعمالات. الثمن ديال هادي فقط 90 درهم. وعندنا الكبيره ديالها، شوف تبارك الله قداش، هادي راه فيها واحد 30 سنتيم في الديامتر، الثمن ديالها فقط 110 درهم. الثمن ديالها فقط 110 درهم. اذا هاد الصغيره ب 90 درهم، وهذه الثمن ديالها 110 درهم. كاين عندنا على جوج، المهم راه كاين الشكيات واللوينات بزاف، ان شاء الله ركزوا معنا مزيان وغنعطيكم بالحاجه بالحاجه. عندنا هذه على جوج الثمن ديالها 170 درهم.
كاين عندنا الكبيره ديالها هذه الديامتر ديالها 22، هذه الديامتر ديالها 30، كبيره ديالها شوفوا تبارك الله قداش. يا سلام لي تريتور راه كيموتوا على هذا الشيء هذا. وللاشاره باش نكون معكم صريح، بحال هذه راه كاينه على 3، ما حطيناهاش لكم، جا واحد تريتور عندنا جمعها كامله بغاها، ولكن غنحضروا لكم ان شاء الله على 3 غتكون في واحد الثمن زوين. كنا غنديروا لها 220 درهم، للاسف جا السيد طلبنا عليها ومخا ما بغيناش نبيعوها ليه، مي ان شاء الله غنحضروا لكم. بقى على جوج هاهي الثمن ديالها 170 درهم، وكاينه عندنا هاي الكبيره ديالها الثمن ديالها 200 درهم. هذه راه كبيره اللهم بارك، كتجي واعره كبيره، راه ماشي شي حاجه صغيره راه كبيره. وعندنا هذا الخيالي شوفوا تبارك الله كي مديره، الثمن ديالها 180 درهم، موديل ما يشبه موديل، 180 درهم شوفوا تبارك الله كي مديره، خياليه جدا. عندنا هادو على واحد كيجيو واعرين تاهما في الحطات، ممكن يجيو الكاطو الكخواسون بزاف د الحوايج. هاد الصغيره الثمن ديالها 60 درهم، وللاشاره ان هادشي كامل كيتحيد باش يتغسل، باش ما تصديش لكم هذه كيف ما كنعرفوا كاملين هذه خاص تقربوا ليها الماء، هادشي كامل كيتحيد باش يتغسل. دونك هاد الصغيره الثمن ديالها 60 درهم، الكبيره الثمن ديالها 80 درهم، هذه اللي على جوج الثمن ديالها 180 درهم. كاينه عندنا هذه الثمن ديالها 110 درهم والصغيره ديالها 90 درهم، كاينه هذه 170 درهم والكبيره ديالها 200 درهم. واعره عجبتني بزاف هذه صراحه، فيها ثمن واعر، ممكن تلقاوها حتى 350 400 درهم في بلايص اخرين، حنا درنا ليها فقط 180 200 درهم اعتذر، وهاد الصغيره ديالها 170 درهم. كاين عندنا التوشيه هذه، عندنا حتى في الكبيره راه باقي ما حطيناهاش، واعره. شوفوا هاد الكوب تبارك الله كي مديره، كتجي للديسير، الثمن ديالها فقط 70 درهم. الناس اللي معنا دابا بارطاجيو معنا اللايف، عندنا لكم واحد لا بروموسيون واعره في التواصل، وعندنا لكم واحد لا بروموسيون واعره في هاد لي بورت كاطو، بقاو معنا وبارطاجيو معنا اللايف، عطيونا القلوبه ان شاء الله، وحنا غنعطيوكم الاثمنه الخياليه ان شاء الله ولي سولد الرائعين، مرحبا بكم. كاين الجديد بالنسبه لهاد التويشيات، كنظن ان لا بليبار ديال السلعه شافوها معنا الكليان الزوين، دونك 60 درهم. الناس اللي باش نعاودوا مع الناس يلاه التحقوا بنا، اللي بالغطه ديالها ديال الزاج 80 درهم، اللي على ربعه الثمن ديالها 100 درهم، عندنا هذه الثمن ديالها باليد ديالها الثمن ديالها 90 درهم، والكبيره 110 درهم، هذه 170 درهم على جوج، الكبيره ديالها 200 درهم، هذه اللي على جوج حتى هي 180 درهم، التحتانيه كبيره وهذه الفوق منها صغر منها شويه، عندنا هذه 80 درهم وعندنا 60 درهم. دونك كاين ما يدار في هاد لاكام هادي، والناس اللي غايجيو غدا بيان سيغ راه غيبروفيتيو في هاد الشيء هذا. الحمد لله عليها طلب كثير هاد السلعه هادي، الناس كاملين طلبوها لينا شحال هادي، حنا حضرناها لكم، وهاد الشيء هو اخر صيحات البريستيج تركيا. دخلوا لي باج انستغرام ديال تركيا وغتلقاو هاد الشيء اللي يلاه خرج، هاد الشيء يلاه خرج الحمد لله، كنوصله لكم من المغرب وباقل ثمن. ممكن في تركيا هادي تلقاوها ب 180 درهم 170 درهم حتى 200 درهم مغربيه. حنا كنبيعوا لكم في المغرب 170 درهم، اذا بروفيتيو في السلعه راه فيها ثمن خيالي وفوزوا بها، مرحبا بكم. بالنسبه لهاد التوشيه ديال البيتزا اللي كاينه في الكحل عندنا وكاينه في البيض، فيها هاد التوشيات كيتهزوا، هذه كتخدم للبيتزا وكتخدم للكيك. الرائع فيها هو انها كدور كيف ما كتشوفوا، هاد التوشيه لتحت ديال البامبو رائعه، ما تخسر ليكم، ما كاين لا صدا، ما كاين لا تنفخ لا والو، ماشي العود العادي. هذه كانت كدير 130 درهم، وحنا في المحل بعناها ب 130 درهم، اليوم غنديروها لكم فقط. هاي البيضه غيزان، هاي البيض ديالها تا هو، شوفوا الكليان، شوفوا البيض ديالها تا هو كيدير، رائع جدا صراحه. شدي لي كرطونه غيزان عافاك، شوف كيفاش كدور، واعره صراحه، خياليه جدا. بعناها ب 130 درهم في المحل، غنديروا ليها ان شاء الله فقط 90 درهم، 18 ريال. العدد محدود جدا في هادشي كامل، ما كاينش فيه بزاف باش نكون معكم صريح، حاولوا تبروفيتيو غدا ان شاء الله. عندنا هاد الفراقه هادي، كلشي كيعرف ان كانت عندنا وحده بحال هادي، كنا كنبيعوها ب 60 درهم، فيها ثلاثه صغار، اليوم جبنا لكم هادي، شوفوا قداش تبارك الله، فيها هادي كبيره، وفيها وحده مويان، وفيها وحده صغيره، وعندنا هاد السيبور ديالها ديال البامبو، كيجيب الرجيلات ديالها رائعه، عندنا في هاد لو ستيل ديال النجمه، وعندنا في هاد لو ستيل ديال القلوبه، ثمن خيالي جدا، عوض 90 درهم الثمن الاصلي ديالها، غنديروا ليها فقط 70 درهم، مرحبا بكم، 70 درهم. عندنا حتى هاد السيبور هايا ديال لي لالوش واعره، فيها كنظن واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وبالسيبور ديالها درنا لها 150 درهم، كاليتي واعرة صراحة. كياخذوها الناس دابا ب 200 درهم، ب 220 درهم، حتى 230، درنا ليها فقط 150 درهم، مرحبا بكم. والهوته الهوته الهوته اللي غنسميها هوته ونعاودها لكم، هي في الطباسل، وهي في لي بورت كاطو.
هذه هي الهوته فين كاينه اللي غتبدا من غدا ان شاء الله. هاد الطباصل هادو نورمالمون كيديروا 1000 ريال الواحد. هاد الطباصل هادو راهم من مرة 32 او 36 ما عرفش بالضبط، يا 32 يا 36. عندنا بزاف الزواقات، كاين عندنا في هاد الزواقه وكاين عندنا في هاد الزواقه. هذا تفصيل كبير تبارك الله، وباش تعرفوا كبير انا غنحط لكم وسطو هاد الكوب هادي، شوف قداش كيبان تبارك الله. هذا كنا كنبيعوا ب 1000 ريال الواحد، اليوم غنديروا لكم جوج ب 60 درهم. جوج طباصل فقط 12 مدريال، جوج طباصل ب 12 مدريال، مرحبا بكم. عندنا حتى في هذه الزواقه هذه جوج طباصل ب 12 مدريال، مرحبا بكم. وعندنا اللي صغر منهم واحد شويه، هادو النمره 36 او 32 ما عقلش بالضبط، وعندنا النمره 28. النمره 28 تبارك الله فيه واحد شبر ونص، يعني راه كبير تبارك الله، ماشي داك الصغار اللي كتعرفوا، ها هما الصغار، او خادو مويان، وهادو راه كبار شويه. هادو النمره 28 باش ندوبوا بالديامتر، هادو اكزاكت فيهم 28 من هنا لهنا. عندنا بزاف الزواقات، زواقات نسيكم في زواقة، الثمن فيهم خيالي جدا. هاد الطبسيل هذا بار اكزومبل هذا نورمالمون كيدير 30 درهم الواحد. ابتداء من غدا ان شاء الله غادي نصولديو لكم هاد الطباصل هادو، غتاخذوهم 63 درهم، يعني غيبقى لكم فقط ب 20 درهم الواحد. اللي بغى ياخذ واحد ياخذ، واللي بغى ياخذ جوج ما غنحبسو حتى شي واحد. حيت الناس كاين اللي كيبغي ياخذ ربعه كيبغي يزيد واحد كنبقاو معاه مشكل. اذا 3 ب 60 درهم، اللي بغى ياخذ واحد اللي بغى ياخذ ربعه اللي بغى العدد يهزو مرحبا بكم. هاد الالوان كاملين متوفرين الحمد لله، عندنا في هاد الكولور هذا، عندنا هاد الموديل هذا حتى هو كبير تبارك الله واعر، كنبيعكم 3 طباصل ب 60 درهم. عندنا هاد الموديل هذا شوفوا كيدير رائع جدا وبريستيج، كنبيع لكم 3 ب 60 درهم. شوفوا هاد الزواقه تبارك الله كيف دايره، يا سلام يا سلام، واعر بزاف هاد التفصيل. ممكن في بلايص اخرين كيبريزونطيه واعر والضواو تلقاو هاد التفصيل واصل 60 درهم، حنا كنبيعو لكم 3 ب 60 درهم، يعني عوض واحد كديو 3، يعني جوج كادو. عندنا حتى في هاد الكولور هذا ها هو في البلو فونسي 3 ب 60 درهم، وعندنا في اللوينات 3 ب 60 درهم، عندنا ترونسبارون 3 ب 60 درهم، عندنا هاد الموديل حتى هو 3 ب 60 درهم، كاين نوار 3 ب 60 درهم، وعشاق لي صالاد عشاق لي صالات كيجي واعر في الصاد هاد التبصيل هذا. وللاشاره هاد الطباصل هادو راهم 3 دي، ملي كنقول 3 دي يعني راه ماشي غير مصبوغين، ماشي غير مصبوغين صافي، لا هاد الزواقه هادي راها محفره، يعني شي كيدل على حاجه وحده هو انهم كاليتي زوينه. اذا مرحبا بكم، ثمن خيالي في الطباصل الصراحه. الكبار درنا لهم جوج ب 60 درهم هما اللي لتحت، وهاد المويان اللي نمره 28 درنا لهم 3 ب 60 درهم. وعندنا اللي صغر منهم، شوفوا هذا الموديل كيدير رائع جدا، هذا النمرة 22 غنبيعوا لكم 6 فقط ب 60 درهم. عندنا حتى هذا الموديل هذا 6 طباصل عباد الله، شوفوا البريستيج، شوف 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 التبصيل داير في تركيا 20 ليرة 25 ليرة، مما يعني في المغرب لحولتيها للدرهم غتلقاها بواحد 17 درهم 16 درهم. حنا كنبيعوا لكم 6 ب 60 درهم، 10 درهم الواحد. ترى الخيال العلمي هذا، والله الا الخيال العلمي، تفصيل واعر شوفوا تبارك الله رائع، ديال تركيا هادشي كامل ديال تركيا، 6 ديال الطباصل ب 60 درهم. شوفوا ما شاء الله عندنا بحال الكبير ديالو هذا وريتوهم قبيله، 6 ديال الطباصل ب 60 درهم، 6 ديال الطباصل ب 60 درهم، وكندوي ديما على لاكاليتي. راه خليني ماكشي ديال البديع العادي وداكشي ديال العادي السواقي، هادشي راه بريستيج ورائع جدا ولاكاليتي ميد ان تركيا. الناس يلاه التحقوا بنا، رجبنا لكم هاد لاكام جديده، اثمنه خياليه جدا، كاينين فراقات على جوج، كاينين هاد التويشيات هادو، كاين هاد اللعيبات هادو، 60 درهم 80 درهم 100 درهم، المهم اثمنه زوينه بزاف بحال هادي، عوض 400 درهم درنا لها فقط 200 درهم كبيره اللهم بارك، رائعه جدا مرحبا بكم. وبالنسبه للبورت موشوار الثمن ديالها فقط 80 درهم، بقات عندنا واقيلا شي ثلاثه الزواقات اللي بقاو، بقات عندنا هاد الزواقه هادي وهاد الزواقه، كاينه واحد الزواقه اخرى هذه الكبيره الثمن ديالها فقط 80 درهم، كتجيب الرجيلات ديالها رائعه جدا 16 مدريال. تفاعلوا مع الناس وداوها الناس بزاف صراحه، هاد البورت موشوار عجبات الناس بزاف، 80 درهم ثمن خيالي. عندنا هذا الباك هذا درنا ليه فقط 1000 ريال، والفراقه راه مازال في البروموسيون، جيو فوزوا بها راه قربات ساله، راه قربات ساله، ثمن خيالي ما غتلقاوش نهائيا على مستوى الدار البيضاء الكبرى. هذه الفراقه عوض 70 درهم نزلناها ل 60 درهم، وفي بلايص اخرين كتباع ب 90 درهم كتباع 80 درهم، دونك عوض 70 درهم نزلناها ل 60 درهم. هذه الفراشه هذه عوض 60 درهم نزلناها ل 55 درهم. عندنا هذا الباك هذا عوض 60 درهم نزلناه ل 1000 ريال،
عندنا هاد الطبيصلات هادو ها هما الملونين رائعين، الثمن ديالهم 50 درهم واعرين بزاف صراحه. التبصيل نستيك التبصيل الثمن ديالهم فقط 1000 ريال، كاين بزاف الزواقات وهاد الترونسباغور غير 45 درهم، هادو 1000 ريال وهادو 45 درهم. في انتظار نجيب لكم واحد الكايت اخرى ارخص من هادي، مي بيان سيغ ماشي نفس الجوده باش نكون معكم صريحين، غيجيو ان شاء الله واحد ارخص منهم، ممكن نبيعهم سوا 35 سوا 40، ولكن ماشي نفس الجوده. ملي كنقول الجوده لا كاليتي ديال الزاج ما فيهاش هاد الصفاوه هادي. مرحبا بكم. اذا التبصيل فيه بروموسيون واعره، 3 ب 60 درهم هذا النمره 28 الكبير كاع، جوج ب 60 درهم اللي كنا كنبيعوا 1000 ريال الواحد، هادو 6 ب 60 درهم. مرحبا بكم، جمع لكم هذه العيبه هذه. الا رجعتوا لي لايف قدام ديالنا، الا رجعتوا لي لايف قدام ديالنا غتلقاو ان هذه العيبه ديال الخبز اللي كتجي فوق منها هذه الغطاء ديال العود اللي ممكن تخدموها حتى قراده، عود واعر صراحه كاليتي، كنا كنبيعوه ب 120 درهم، وفي بلايص اخرين راه ما نتناقشوش 180 150 درهم ما غتهزاش من بلاصتها. حنا كنا كنبيعوا ب 120 درهم، كنا دايرين ليها بروموسيون، اليوم درنا ليها ليكيداسيون فقط 90 درهم. يلا 90 درهم 18 المية ريال رائع جدا ديال الخبز، وسولوا عليها في بلايص اخرين بيان سيغ قبل ما ديوها. ديما كنأكد على هذه القضيه هذه، السلعه اللي عندنا وكاينه في السوق سولوا على الثمن عاد تجيو ديوها، باش ديو الحمد لله السلعه بقلبكم مرتاح. عندنا الطاجين رائع جدا وبريستيج، كنبيعوه فقط ب 1000 ريال ديال الزاج كبير، اللهم بارك. شوف 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 هاد الكاس اللي جات تبارك الله كي مدير، شوف يا سلام زواقه واعره صوبوا هاد المره صراحه. شوف هاد الريشه اللهم بارك كي مديره، هاد الكاس هذا كيدير 100 درهم في بلايص اخرين 120 درهم، حنا كنبيعوه فقط 80 درهم. هذا الكبير غنجيب لكم الصغير ديالو ان شاء الله ب 70 درهم، هذا راه بحالو بحال المرخم، حتى هو كيدير فقط هاد المرخم كيدير فقط 80 درهم. غزلان تتحيد يا اختي هاد 95 درهم، راه اللي كيدينا هذا ما بقاش 95 درهم 80 درهم، فهاد الباكيه اللي فوق باش الناس ما نبقاش في الغلط الله يرضي عليك. عندنا الكاس ديال 60 درهم، 60 درهم 1200 واعر، غيجيو زواقات جداد ان شاء الله. عندنا الكاس ديال 70 درهم، هذا كبير شويه، هذا فيه زواقات بزاف باقيين فيه، كاين فيه هاد الزواقه هذه، كاين فيه السبوله، كاين فيه هاد العروقه. عندنا هاد الباني بان، هذه كدير 60 درهم، ولكن ديما ركزوا على الكاليتي وعلى هاد السلك شحال غلايب، كاين في السوق اللي رقاق وباقل ثمن، ولكن بيان سيغ الجوده كتختلف. مرحبا بكم. عندنا هاد لي هاد لي هاد لي كروش هادو كنبيعوا ثلاثه، هادو الكبار ثلاثه ب 60 درهم، اللي صغر منهم صغار ها هما كنبيعوا لكم اربعه ب 50 درهم. وعندنا هاد لي بورت ماكارون كنبيعوا جوج ب 50 درهم. عندنا هاد البلاطو هذا كاين في الدير وكاين في الكاري، الثمن ديالو فقط 45 درهم، جوج ب 90 درهم 45 درهم. بالنسبه للكاس مرخم الصغير راه الثمن ديالو فقط 70 درهم، تقدروا تخلطوا لانشطار رجيم الباكيه، وتقدروا تاخذوا لون واحد. غيتا كاديري كتقول لي السلام خويا ليلوش واش فيهم الالوان؟ واقيلا فيهم الالوان اختي، شنقلبك ان شاء الله، تواصلي معايا في الواتساب ونشوف معاك اختي. مرحبا بك، النمره ديالي راه كاينه، والنمره ديال اختي وديال الوالده راه كاينين في الفيديو، تواصلي معايا ونوريك الديتاي اللي بغيتي اختي. مرحبا بك. اذا لا بروموسيون اللي غنديروا لكم ان شاء الله، يا سلام على لي بورت كاطو. شوف 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 تبارك الله البريستيج فابور، هذا هو البريستيج فابور. هذا البورت كاطو الثمن ديالها الاصلي 50 درهم، نزلناها شحال هذه 40 درهم، ابتداء من غدا ان شاء الله 30 درهم. يلاه ليكيداسيون 600 ريال. عندنا المربعه ديالها حتى هي 600 ريال، يا سلام 600 ريال. عندنا الطويله ديالها حتى هي 600 ريال، جوج ب 1200، جوج ب 60 درهم، جوج ب 60 درهم، يا سلام. جوج بحال هذه ب 60 درهم، جوج بحال هادي ب 60 درهم. يلا اللي بغى وحده ب 30 درهم مرحبا به، جوج ب 60 درهم وحده ب 30 درهم. ليكيداسيون ليكيداسيون في لي بورت كاطو كانوا كيديروا 1000 ريال، كنا نزلناهم شحال هادي 40 درهم. غدا ان شاء الله في هاد لا كونتيتي اللي بقات كامله، ما نقولش لكم غدا وبعد غدا صافي واللي جا موراها بواحد 3 ايام قولي اسمح لينا لا راه سالات لك البروموسيون، لا حنا في هاد المحل فاش كنقولوا بروموسيون في هاد الارتيكل صافي كيبقى تيتسالى حتى يتسالى، تنعاودو نجيبوه جاب ثمن زوين نعاودو نديرو فيه بروموسيون، جا زيد راه ما عندنا ما نديرو. دونك هادو غيبقاو فقط 30 درهم. يلا جوج جوج ب 1200 ريال، يا سلام جوج ب 1200، مرحبا بكم. عندنا لي بلاطو اينوكس، دخلنا لكم النمره 75، اكبر بلاطو على وجه الكره الارضيه، النمره 75 كيتباع ب 4600 4400، حنا درنا ليه فقط 170 درهم. للاسف هذا راه كنا جبناه في العيد وكان تسالى لينا، والناس بزاف سولوا عليه، لحقاش كنا كنبيعوا اقل ثمن في السوق، عاودنا جبناه لكم وبقل من الثمن القديم،
كان ب 180 دابا درنا لي فقط 170 درهم ولا كاليتي راه ما تناقشوش عليها. هذا راه كيجي من لامارك ا ام دبليو في ميد ان ايجيبت جامي صدي لكم رائع جدا. عندنا هذا الصغير كيدير 45 درهم وهذا الكبير هذا كيدير 80 درهم واعر حتى هو كاليتي ديالو واعره صراحه. اذا مرحبا بكم لا بروموسيون على الاشكال وعلى الالوان كلشي موجود الحمد لله البريستيج الكيسان كلشي الحمد لله متوفر. اذا بقاو معنا ودعمونا في هذا اللايف هذا اعطيونا لي لايك ديالكم واعطيونا البارطاج. شوفوا معايا الهاشوار العجيبه يا سلام محبوبه الجماهير لقات واحد الاقبال كبير عند الناس هذه صراحه. والدليل هو ان نهار الخميس في العشيه تسالات لينا درنا اللايف نهار الثلاث نهار الاربعاء نهار الخميس مع شي الخمسه تسالات للاسف كنسدو الجمعه دونك جبناها البارح كنظن تحطات في الستوك ونهار السبت اليوم الحمد لله الناس جاوا ليها وباقا متوفره كاين فيها لا كونتيتي لحقاش كان فيها معها واحد التفاعل كبير من طرف الكليان. الثمن ديالها فقط 60 درهم فيها واحد الخيط هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كتخدم واعره فاش عجبتني واحد السيده فاش شكراتها بزاف شكراتها في مطيشه لحت فيها مطيشه قرداتها واحد الطروفه صغار وبقات كتجر في الخيط قالت لي داك الشيء رابيد بالزربه ولات المطيشه بلا ما نبقى نحك بلاتي حك يضرب لك ضفرك يضرب لك صبعك كتلوح الطروفه ديال المطيشه وكتبقى تحك كتبقى تضوي الخيط صافي في البلاصه. الثمن ديال هذه في الانترنت كتباع ب 120 درهم 100 درهم في بلايص اخرين كدير 90 درهم حنا درنا لها فقط 60 درهم. هاشوار عمليه وخطيره 12 مدريه بروموسيون واعره هذه وفاش غيتسالى غيجيو ليه الناس وغيسولونا عليه وللاسف ما غيلقاوش دونك الحمد لله دابا باقا في لا كونتيتي. وباش كنأكد لكم على لا كونتيتي راه كاينين شي ناس بعض المرات اللي كيبيعوا ويشريوا حنا هذه كنا كنبيعوها ب 60 درهم درنا لها 30 درهم كيجي واحد كيبيع ويشري في الجمله كياخذها هو ب 60 درهم ولا 55 درهم كيجي كيلقاها ب 30 درهم كيقول لك خويا جمعها ليا كامله. بعض المرات خاصك تبيع ليه حيت هو باغي يشري ما عندك ما دير وبعض المرات كترفض على قبل كتبان لك شي بياسه اللي ساهل ولا الكليان خاص يفوزوا بها اكثر. داك الشيء شحال ديما كناكدوا حاولوا تجيو تفوزوا بهذا الارتيكل حاولوا تجيو تفوزوا به. بحال هذا كان ب 60 درهم ولا ب 30 درهم صراحه ثمن واعر جدا. بوبيل برجيله ب 30 درهم ما نظنش تلقاه راه عادي ديال السوق دابا ديال 30 درهم 25 درهم. عندنا هاد لي بواط على ثلاثه كيديروا 35 درهم تما مرخمين كيجيو اسورتي مع هاد اللعيبه هادي. عندنا هاد لي الكوبات الثمن ديالهم 1000 ريال هادو الكبار والمزوقين حتى الشراديات هي الثمن ديالها 1000 ريال. هادو لي اشاره كاين لي بلاطو ديالهم الناس اللي بغاو يديو لا غام كامله وكاينين حتى لي بورت كاطو ديالهم. عندنا هاد لي بلاطو هادو كنبيعو لكم 4 ديال لي بلاطو فقط ب 50 درهم 4 ديال لي بلاطو ب 50 درهم. وعندنا هذا حتى هو بريستيج واعر فيه بزاف الزواقات ها هو فيه بزاف الزواقات هذا زواقات نستيك الزواقه كنبيعوه فقط 5 ديال البلاطوات ب 50 درهم في ثمن هوت هذا صراحه وثمن خيالي جدا. اذا مرحبا بكم انتم مباشره من محلكم في ميزات فتيحه عين السبع. المحل ديالنا كيتواجد في عين السبع في الدار البيضاء كنديروا لا ليفغيزون المغرب كامل. عبد اللطيف كيقول لي البلاطو ديال الشوا لاماكوم نمره 75 هذا خويا. المهم كنصيحه من عندي باش نكون معاك كليغ لاماكوم حتى هو جبناه وبعناه بنفس الثمن باش نكون معاك صريح بعناه ب 180 درهم 170 درهم ولكن دابا ولات كنجيب هاد لاكاليتي هادي غلا في الجمله من لاماكوم. هاد ا ام دبليو في قلب عليها هاهي هي اللي عندنا في لي بلاطو اخرين حتى هما هاهي ا ام دبليو في. وهاد البلاطو هذا راه كنبيعو فيه عرفتي منين انت راه من قبل العيد الكبير وشحال ديال الناس تبارك الله جاو داوه ما تخيلش وشحال ديال الناس جاو جابوا ناس اخرين داوه راه ما تخيلش. داك الشيء علاش ما بقيتش كنهرب على هاد الماركه هادي واعره صراحه. والدليل على انها واعره فاش كتجبد واحد الميكا بحال دابا هادي هاد البلاطو هذا بلومبالاج كيعطيوك معاه 25 عام ديال لا كارونتي. فاش كندوي على بلاطو 25 عام ديال لا كارونتي بيان سيغ ما كندويش على العوجيه ولا شي حاجه كندوي على الصدى يعني الصدى عمرو يدور به. وها هي لا مارك ا ام دبليو في راه غير طابيها في الانترنيت راه معروفه هاد لا مارك هادي هي اشهر ماركه ديال لينوكس في العالم. مرحبا بكم. دونك الثمن ديالو 170 درهم هذا وكلشي غيتصدم في الثمن لحقاش ما كاينش 170 درهم نهائيا الا عند ميزات فتيحه. عندنا هاد لي بلاطو ها هما جوج ديال البلاطوات الثمن ديالهم فقط 70 درهم بريستيج. عندنا هاد الكبير ديالهم الثمن ديالو فقط 60 درهم. كاين عندنا هاد البلاطو هذا الثمن ديالو 50 درهم هادي راه زاجه 1000 ريال واعر جدا. لي بلاطو موجودين على الشكيلات وعلى اللوينات. عندنا هادو راه صولديناهم عوض 130 درهم شحال كنا كنبيعوهم درنا لي 120 درهم في بلايص اخرين. هاد البلاطو قدو 150 درهم
حنا درنا ليه فقط 120 درهم. كاين عندنا الكبير ديالو ها هو الثمن ديالو 160 درهم، وعندنا هذا في بلايص خويا راه كيدير 200 درهم، حنا درنا ليه فقط 160 درهم، وهذا كان 130 درهم درنا ليه 120 درهم. عندنا هذا فقط 90 درهم، وكاين الضير اللي قدو حتى هو 90 درهم. كاين هاد لي بلاطو هادو الثمن ديالهم 80 درهم، والكبير ديالهم الثمن ديالو فقط 90 درهم. كاين الكيسان زمان، عندنا هاد البودكاط واعره صراحه فيها بروموسيون خطيره جدا، درنا لها فقط 55 درهم، وعندنا لي بلغطه درنا لها 75 درهم. شوفوا ما شاء الله 75 درهم عوض 120 درهم. اذا مرحبا بكم. الناس اللي غيسولوني على البريدات ديال فاس راه ما بقاوش عندنا كيف ما كتشوفوا، صافي تسالاو، ولكن ان شاء الله نهار الثلاث غندير لكم واحد اللايف في هذه السلعه ديال فاس، الخيال العلمي والاثمنه حدت ولا حرج. اذا مرحبا بكم. بالنسبه للكاس محبوب الجماهير، جوج باكيات بحال ما هادو، ها هما جوج باكيات كاس ديال العصير، هذا جوج باكيات ب 1000 ريال، وهذا الكاس باك الله راه كاس كبير مهور، ماشي ديك الكاس الصغير والكاس المويان، جوج باكيات ب 1000 ريال. لا بروموسيون باقا في هذا البراد، هذا كنبيعوه 140 درهم عوض 150 درهم. هذا غير زعما شحال كنا كنبيعوه في الاول 140 ونزلنا ل 130، ياك ديما كنغلط فيه سبحان الله. هذا كان ب 170 درهم نزلنا ل 160، هذا كان ب 120 نزلنا 110، وهذا كان ب 150 نزلناه ل 140 درهم. هاد لي كلوش كمان ديالهم 60 درهم ديال النحاس وديال الكريستال، واعرين صراحه رائعين جدا. المبيخره الثمن ديالها 180 درهم قربات سهله، ولكن غتجي نهار الثلاث ان شاء الله السلعه كامله، برارات المبيخرات كلشي الحمد لله. اذا مرحبا بكم، جوله خفيفه على الكيسان وجوله خفيفه على المحل ان شاء الله، ونخليكم في امان الله وحفظه. ومن بين لي بروموسيون اللي غيكونوا ان شاء الله نهار الثلاث هو هذا البراد اللي كيدير في بلايص خويا 7000 ريال. والناس دابا اللي معانا الا سولتهم هاد البراد شحال لقاو في بلايص اخرين، شي غيقول لك 6000 7000، كاين اللي غيقول لك 8000، كاين اللي حسبوا لي ب 500 درهم. الميزات فاتحه كتبيعوا لكم ب 170 درهم، يا سلام 3400 ريال. شحال ديال الناس داو تبارك الله والديفو تلقاو فيه الديفو ديالنا، شي هاد البراد ديه تلقى فيه ديفو جيبوا لي نبدلوك في البلاصه. هاد البراد كنصوبوه سير كوموند خصيصا للمحل ديالنا، ما كنشريوش من السوق، داكشي علاش كطيحنا بهاد الثمن، وكنصوبوه بلا كاليتي وبهاد لابغيونس الواعره صراحه ديال النحاس 100% نحاس، وكيجيب الفضه رائع جدا 170 درهم. مرحبا بكم. شكون باش كيجي تبارك الله في البلاطو خيالي جدا. هاد الكيسان الصغار 70 درهم تسالاو، بخاو الكبار ديال 100 درهم، في انتظار ان شاء الله حنا قربنا نجيبوهم. دونك هاد الكاس هذا هو اللي غنصحكم تحاولوا تفوزوا به، لانه ما بقاش في السوق وقرب يتسالى لينا. كنبيعوا جوج باكيات، كل باكيه فيها 6 فقط ب 70 درهم، باكيه ب 35 درهم. عندنا هاد لي طاس هادو ها هما، هاد الغرارف هادو كنبيعوا لكم 10 ب 1000 ريال، 6 ب 600 ريال. عندنا هاد لي طاس ولي سوطاس ديال البورسولان واعرين، 6 ديال لي طاس كما كتشوفوا هاد الباك كامل، هادشي كامل 1200 ريال 60 درهم، يا سلام على تمام. كاين هاد التفصيل هذا الثمن ديالو 3 ب 1000 ريال، ثلاثة طباسل فقط ب 50 درهم. لي بول، أربعة ديال لي بول كبار فيهم 22 سنتيم فقط ب 50 درهم. عندنا توشيات واعرين صراحة، اسمحوا لي وقال ما بقاش فيهم بزاف. غزلان هادو أختي وقال ما بقاوش، هادو ما بقاوش ياك. مالوغوزمون ما بقاوش. شوف معايا دي تبارك الله، الناس كانوا كياخذوها ب 60 درهم، حنا كنبيعوا لكم ثلاثة ب 60 درهم، ولكن ما بقاتش فيها للأسف. للاسف ما بقاش، واعره بزاف صراحه. الطباسل كما قلت لكم راه كاينين على الشكل وعلى الالوان، ومازال كاينين ان شاء الله موديلات اخرين غيتحطوا عاوتاني. اذا مرحبا بالجميع. عندنا بروموسيون واعره في هذه الفراقه، هذه كانت كدير 150 درهم نزلنا لكم 125 درهم، كاين عندنا في الدائره وكاين عندنا حتى في الكاري، عوض 150 درهم نزلنا 125 درهم. كاين عندنا لي بوغ كاطو، كاين هاد التوشيات على ثلاثه ب 220 درهم، كاين هاد العيبات هادو ها هما، ها هي على جوج الثمن ديالها 100 و 90 درهم، كنا كنبيعوها ب 220 درهم. دونك تخفيض حدت ولا حرج، لا بروموسيون ما كتساليش معنا. جيو مرحبا بكم للمحل، عزلوا وتخيروا مع راساتكم، والسلعه الحمد لله اللي كنوريكم على المباشر راه كتكون متوفره، اللي كتكون قربات سهله بحال هذه راه قلت لكم دابا راه تسالات، يعني لا داعي لواحد يتمجي مسخسخ عليها. سينو شي واحد اللي عنده شي حاجه فيها الشك يعطينا واحد الميساج في الواتساب ونجاوبوه. مرحبا بكم. كاين عندنا هاد العيبات ديال العطريه على الشكيلات وعلى اللوينات، نيش محد ديجيت هنا نوريكم هذا الموديل يلاه جا جديد واعر صراحه كيف ما كتشوفوا معايا، فيه 6 العيبات بحال ما هادو هما ميد ان تركيا. هذا كنا غنديروا ليه 150 درهم، تخيلوا معايا يلاه جا جديد كنا غنديروا ليه 150 درهم، نزلناه نيشان ل 100 درهم، من 150 درهم نزلناه ل 100 درهم ليكيداسيون، يلاه تحط ليكيداسيون
وفي بلايص اخرين والله الا 180 درهم 170 درهم ما تحطش على يدك. اذا مرحبا بكم. السلعه الحمد لله على الشكيلات وعلى اللوينات، لا بروموسيون موجوده، جيو فوزوا بهذه لاغام الجديده اللي جات. الناس يلا التحقوا بنا، كاين عندنا فيها ثمن خيالي جدا، كاين بحال هذه التوشيه هذه اللي كدير 100 درهم 120 درهم درنا لها فقط 60 درهم، كاينه بالغطاء ديالها ديال الزاج درنا لها فقط 80 درهم، كاينه على ربعه ها هي واعره درنا لها فقط 100 درهم، كاين عندنا هذه حتى هي عدد محدود جدا في هذا الشيء هذا. شو كي دايره تبارك الله، هذه شو الرجيله ديالها كي مديره، الثمن ديالها 70 درهم واعره، عجبتني بزاف هذه صراحه، فيها ثمن زوين. كاينين فراقات بحال ما شفت تبارك الله كي مديره وقداش، الثمن ديالها 180 درهم. دونك هاد لاكاميرا جات جديده، جو فوزوا بها مرحبا بكم. اذا كنتم مباشره من محلكم في ميزات فتيحه عين السبع، ودمتم في رعايه الله.